من الباص حق الدكتور يسوي فيها الدكتور فين؟ وين ايش بيه؟ طبعا هذا الاستوديو مثل في افلام مشهوره تحليلنا راح نصبح حق الافلام هو بيورينا الاماكن اللي صوروا فيها افلام مشهوره ويقول لنا ايش صار فيها كيف صوروها والتقنيات اللي استخدموها في التصوير. The winners are coming in from other hours. دخلنا شوف الشاشات على جنبنا جينا نشوفها 3D شوف الديناصورة تطل فينا Right.
تومنا مخلصين من الرايد اللي حق فاست اند فيورس اللي كان بالباص. كان خلينا نبدا فيها من البدايه. سيء. ليش؟ ما انا ما عجبني بصراحه، عجبني حق كينج كونغ اكثر. اوكي حق كينج كونغ كان فيه حماس اكثر كذا، تشوف يدافع عنك مره قاعد. بس فاست اند فيورس كذا تحس انه ما ادري، ما حسيت اني دخلت الجو، من رغم انه انطلق واسهم علينا وجرونا وضرب بالنار ومدري كيف ورشاشات اللي كيف، ما كانت هيرت مثل كينج كونغ. هي ما كانت مره حماس، بس كانت حلو والله حق كينج كونغ مره مره. يعني كينج كونغ خلت شكل فاست اند فيورس حقيقي. اي هذا لان رحنا كينج كونغ اول. اي صحيح صحيح. ممتاز، مو اول مره في الشهر. اوكي كان عادي يعني. من نوع اللي 3D وكذا ويقعد يقلب، بس هي اللقطه اللي في النهايه كانت احلى شيء، الطيحه اللي اي احلى شيء هذيك، احلى شيء هذيك. حلوه الحين رايحين جراسيك بارك. جراسيك بارك رهيب. حلو 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 حلو، انت حتنبسط فيها عشان احب اصلا الفيلم. حلو. الحين زي ما انتم شايفين لابسين زي الواقي عشان نخش. واقي ايش واقي؟ غطاء غطاء غطاء. كمل ولا لا؟ اي كمل. عيد عيد اسوي كت. ما ادري خليها عادي عادي عادي. اوكي المهم نتبلل. احنا نتبلل. انا مو بلابس. انا حتبلل. احمد مو لابس ولا شيء. انا بتبلل. لا انا ابغى اتبلل لان حر. اوكي عندنا محمد حباب كمان ايضا. تعرف اللعبه ولا لا؟ هي جراسيك بارك صح؟ هي ماي تطلع لفوق تنزل لتحت. بس البساطه هذه ابغى بلبل القرعه. ايوه القرعه خليها تعيش تنسقي. حر حر والله، هو حر والله. احمد حمس افسخ انا بس افسخ هذه بس. انا اصلا بركب سياره يعني عادي. كنت مستعد سياره. من هنا من هنا. اوكي خلينا نشوف الوضع كيف كذا. نوصل لنهايه رحلتنا في خلصنا والله ختمها البطاريه بتساعد شكلها. ايوه بس يكفي والله، دخلناهم جو معنا. اخر عرض كان حق المسوين مسرحيه في المويه. تعال اول شيء تعال. طيب خلصنا مع الشباب الطيبين. خلنا نشكر اكس بوكس السعوديه. نعم شكرا على الرحله. والله سعدتونا. يلا ان شاء الله هلا كمان بس اكثر بس نرجع السعوديه. عطونا تحية فهد صبحتنا. خلاص المهم كذا نوصل لنهاية المقطع. ان شاء الله عجبكم المقطع، اذا عجبكم لا تنسوا تضغطوا زر اللايك واشتراك في القناة وايضا الشير. كان معكم فريق ترو جيمنج وايضا فريق العاب حباب حبيبنا فاصوليا. اهلا وسهلا. وفي نسيم اعتقد عمر بس عمر اللي ما يبغى يبان. يلا مع السلامة.